مشاهدينا ايضا معنا عبر الهاتف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. دكتور اهلا بك. في البدايه يعني اخر الاعداد التي وصلت اليها ضحايا التفجيرين الارهابيين في الاسكندريه وطنطا. خليني اقول لحضرتك سريعا، هو دلوقتي عدد الوفيات في مصابي حادث الغربيه ارتفع ل 28 وفاه بدلا من 27. توفى شاب يبلغ من العمر 23 عاما، احدى المصابين اللي كانوا قد تم نقلهم بالامس الى مستشفى معهد ناصر وكانت حالته حرجه خالص. تعزينا لاسره وذويه. خليني اقول لحضرتك انه كده يبقى ارتفع عدد الشهداء ل 45 شهيد في الحادثين الارهابيين الذين وقع بالامس سواء في الغربيه او في الاسكندريه. يعني المصابين في محافظة الإسكندرية كنا 48 مصاب، خرج منهم 13 خروج تحسن، متبقي 35 مصاب في مستشفيات محافظة الإسكندرية. أما عن حادث الغربية فالمصابين كنا 56 مصاب، خرج متبقي منهم 30 مصابا في مستشفيات محافظة الغربية. نعم. طيب ماذا عن طبعا رئيس السيسي نوهب واكد على ضروره تقديم الرعايه الكامله، هل المستشفيات المصريه على استعداد كامل لاستقبال ومزيد تقديم مزيد من الرعايه لهؤلاء المصابين؟ طبعا تم رفع درجه الاستعداد لجميع المستشفيات للدرجه القصوى سواء في مستشفيات وزاره الصحه او المستشفيات الجامعيه او مستشفيات القوات المسلحه ومستشفيات الشرطه. الحقيقه كلهم استقبال المصابين بالامن، الحمد لله جميع المستلزمات الطبيه والادويه متوفره، ويعني كلنا كمستشفيات يدا واحده. يعني بالامس مستشفى البير الجامعي في الاسكندريه استقبلت عدد كبير من المصابين واحتاجت لبعض المستلزمات الطبيه والتحاليل والمحاليل عفوا، والسيد وكيل وزاره الصحه في الاسكندريه قام بتوفيرها. الحمد لله تم مراجعه ارصده اكياس الدم كما تردد بالامس بعض الشائعات لاحتياج الوزاره بالتبرع بالدم. احنا لسنا بحاجه اطلاقا للتبرع بالدم، عندنا اكياس دم مختلف الفصائل في محافظه الغربيه اكثر من 180 كيس دم منذ الامس، ايضا محافظه الاسكندريه في غرفه الازمات معقده في وزاره الصحه وفي متابعه على مدار الساعه مع جميع المحافظات ومديريات شؤون صحيه. ايضا في سيارات الاسعاف في منها الثابت في بجوار الكنائس في المحافظات وفي منها اللي بيجوب الشوارع او بنسميها سيارات الانتشار السريع لمد اي مستشفى او اي سياره اسعاف بما ينقصها من اي مستلزمات طبيه او ادويه. نعم. اذا شكرا جزيلا لك دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا لوقتك معنا مشاهدينا.